هل طلبتني يا أبا شيبان؟ نعم يا ربيعة. هل قلت ربيعة يا همام؟ أستغرب ذلك؟ أستغرب أن تعرف أنت ذلك ولا يعرف ذلك أهل بيتكم. من تقصد؟ الجليلة؟ صدقني يا جحدر، لم أكن أعرف أن لك اسما آخر. أنت قد عرفت لتوك ومع ذلك تقولين لي يا جحدر. اسمه ربيعة يا جليلة، ربيعة. كما تشاء أنت وربيعة، لن أناديه بعد الآن إلا جحدر. أقصد ربيعة. انتهينا من هذا، ستأخذ هذه المؤن إلى الرعاة في وادي القصيبات. وحدي؟ لا تقل إنك خائف وإلا ناديتك جحدر مرة ثانية. لا لا لا، أي خوف يا جليلة، ولكن المسافة بعيدة وأخشى أن يصيبني الضجر. لما لا يذهب معي شيبان؟ نتسلى. اليوم سأتدرب مع خالي سالم على ركوب الخيل. لم تتعلم بعد؟ ماذا سأفعل بك إذن؟ لست في حاجة إلى مرافقة الصبيان يا ربيع. مقبولة منك يا عمتي الجليلة. معك حق. هل الحمولة جاهزة؟ كل شيء جاهز يا ربيع. هيا أذهب إلى البيت إذن لجلب زوادة. معك مؤونة جيش، اركب الفرس واسحب هذه الدواب وراءك، وقل للرعاة أن يظلوا حيثهم إن كان الكلأ وافرا، لا حاجة بهم إلى أن يأتوا بها إلى هنا. لا نريد أن نتعب القطعان في قطع هذه المسافات، سنرسل لهم كل شيء.